الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله إخواني الكرام، في هذا الفيديو سأعطيكم 4 أو 5 علامات تدل على الشفاء التام من الأسقام والأسحار والحسد والعين. الرموز إخواني ليس بالضرورة تكون 5 أو 4 فقط، قد تتعدى، تكون يعني بالمئات أو بالآلاف أحيانا، لا تحصى ولا تعد، ورحمة ربك وسعت كل شيء. لكن إن شاء الله في كل فيديو سأعطيكم بعض الرموز المهمة التي تدل على البشائر، التي تدل على الحذر، التي تدل على الشفاء التام، وهذا ما سنقوم به في هذا الفيديو. 5 أو 4 رموز تدل على الشفاء التام من الأمراض التي تصيب الإنسان، خاصة التي تكون جراء حسد، عين، سحر معمول لهذا الإنسان. أول هذه الرموز أنك ترى في المنام أنك تظفر بحشرة سامة، تظفر بها يعني تتغلب عليها أو تدوس عليها أو تمحقها أو تستخرج سمها، كاستخراج سم الأفاعي أو سم العقارب. لأننا إخواني الكرام لو حللنا الموضوع جيدا بعين اليقين وعين الواقع التي نرى بها، فإن سم الأفاعي كما هو ضار ويقتل، كما أنه يستعمل في الأدوية، فدليل على الشفاء. وخاصة عندما ترى نفسك تخرج لها سمها أو سم أفعى أو عقرب أو عنكبوت سام خرج، وترى نفسك أخذته أو مسحته أو أخذته من ذلك المكان أو رميته أو ظفرت بها وأخرجت سمها، فاعلم أنه شفاء تام، لا يأتيك بعده سقم بإذن الله. الرمز الثاني هو الاستفراغ في المنام، ولما تفيق لا تحس بقلق، استفراغ تام، وليس أي استفراغ. لا تقول لي أني أستفرغ قرآن أو أستفرغ مثلا أكل جيد أو أستفرغ حليب وتقول لي أنه شفاء تام، عفوا، فهذا ليس شفاء تام، هذا تقصير من الرأي. أقصد بالاستفراغ التام أنك ترى نفسك استفرغت شعرا في المنام، أنك استفرغت خيوطا في المنام، أنك استفرغت مثلا أكل متعفن في المنام، شيء أصفر خرج منك، يعني ما يوجد في المعدة أحيانا عند الإنسان. عندما ترى نفسك استفرغته تماما وأحسست براحة عند استيقاظك أو إراحتك في المنام، فاعلم أن هذا شفاء تام بإذن الله. الرمز الثالث إخواني الكرام ألا وهو، ركزوا معي، ألا وهو القضاء الحاجة في الحمام بشكل تام. لا تدخل، لا تقول دخلت الحمام رأيت فيه اتساخ أو براز أو رأيت فيه يعني أغبرة ورأيت فيه يعني رائحة غير جيدة وتقول لي أني أنتظر الشفاء. هنا قد يتعطل الموضوع شوي أو يطول شوي أو ما زال لم يقع بعد. لكن هنا عندما ترى نفسك قضيت حاجة لك في الحمام وكنت مرتاحا وكانت الأمور طيبة، فاعلم أنه شفاء تام بإذن الله. الرمز الرابع إخواني الكرام هو رؤية الاغتسال في المنام، ترى نفسك تغتسل وتحت الدش، تغتسل في الحمام، خاصة حمام البيت، لا نقول حمام الجماعي لأن هذا فيه كشف العورات أحيانا وهذا فيه الفضائح وفيه أمور كثيرة لها تأويلات أخرى. فالاغتسال إخواني الكرام خاصة إذا رأيت أنك تستعمل مواد التنظيف كالشامبو وكجل دوش، هذا يعني مسحوق الاستحمام هذا، وتستعمل هذه الأمور المعطرة للجسم، فاعلم أنه شفاء بإذن الله، لأن كل طيب يكرهه الشيطان والشيطان يحب النجاسات، فأنت تطيبت وغسلت جسدك، فاعلم أنها الأسقام ستزول بإذن الله. كذلك إخواني الرمز الخامس والأخير سواء للرجل أو المرأة، إذا رأى رجله، ساقة رجله بحالة جيدة، إذا رأى رجله يعني مثلا فيها خشونة على غير العادة، فيها يعني قوة، فيها رجل يعني تصبح رجلك رجل لاعبي كرة القدم أو رجل من الرياضيين، أما بالنسبة للمرأة ترى فيها بياض، ترى فيها يعني جمال على غير العادة، ترى فيها سمن، فهذا دليل على الشفاء التام بإذن الله، بقوله تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني واضح الرجل هنا يعني رمز، فهذا دليل على الشفاء بإذن الله. أتمنى إخواني أن أكون قد أفدتكم، أتمنى لا أقول لكم شاهد أو لا تشاهد، أنتم أحرار، شاهدتم أم لم تشاهدوا يعود لله سبحانه وتعالى هذا الموضوع، فهي أرزاق من عند الله، ما علي إلا أن أوصل المعلومة، والله ولي التوفيق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.